السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حليم محسن حيمور، يعني وين معروف بمكتشف المواهب، يعني ماشي زعما شي مكتشف مواهب مش تاع يقارعوا تا يطيقوا جوال باش يخرجوا رسميا العروسي جا رسمي، لا هو اللي اكتشف عدة لاعبين، يعني نعقلوا ذاك دلوشة، هذاك دلوشة اللي بيبغي يهدر يطرطق عينيه، غادي تو هذا النهار عينيه يطيحوا، هذاك غسال الكلاب اللي قال لهم بلي هذا محسن يعني مكتشف الحامير. وزيد خطرة فاني الجامعة بالماضي نهار اللي بغينا نلعبو كوب دافريك، مي كانت نايزة على كيسمو هذاك الدو هذاك اللي كان يلعب في ليل، يلعب في ليل دروك، وعندو خوه يلعب في نابولي، أودي راح لي اسمها زدادقة، زدادقة، راني عقل صحفي قالو على زدادقة، قالو أنا ما تبعش لي باج، كل الباج اللي كان يهدر عليها، محسن حيمور. وخرجوا هو مي قال بنا تاع الباجر خباصة، هذاك مخنث هذاك بو كلبة خرجوا، جامع بالماضي خاطي لي باج، جامع بالماضي خاطي منا، هو قالوا له بنيطو راح جاب له بنيطو، بركا ما تشكل عليا بكل احتراماتي لبنيطو، يعني وين يعني المصادقة على تعيين حليم محسن حيمور مسؤول لجنة تنقيب عن مواهب الجزائر في الخارج، حنا نتمناو له التوفيق بإذن الله. خاطر العصابة كان واحد داير خوه، واحد داير ولدو، واحد داير فانيك تما داير خوه داير نسيبه، اليوم مكاش، اليوم مكاش. غادي نعطيكم الخبر تاع اديداس، يا ولدي سكت برك، اديداس ولي تصادي قال لهم قولوا لي شكون اللي كان يجيب، مين شريتو مين كنتو تشرو، قال لهم انا ما نجيبش، قال لهم مين كنتو تجيبو، قال لهم قولوا لي مين كنتو تجيبو، قال لهم لازم تقولوا لي لازم نعرف هذا اللي كان يجيب لكم. ويقارع قال لهم انا بتو نعرف شكون اللي كان يجيب لكم، ها والله قال لهم بتو نعرف اللي كان يجيب لكم، انا نروح نجيب، انا نروح نجيب، قال لهم علاه نقارع انا يجيب لي تريكو مقيوم ب100000 ويبيعوا لي بزوج ملايين و500000، يعني في التريكو الواحد يدو زوج ملايين و500000، واو لله هماكم كانوا يربحوا زوج ملايين و200000، زوج ملايين و200000، واو لله، قال لهم انا ما نجي، قال لهم انا لازم تقولوا لي شكون انا كي نجيبو تريكو، وين راه التريكو تاع الكلاس؟ راكم عاطين الجوال كل واحد يجيب تريكو ويجي كارطيات، واو لله، هاهم هاو نتوما كي، من عيط لهذاك المكلف بالاعلام لعبها مريض. وزيدك مكلف بالاعلام، ها روح اكتب انت في السيت تاع الاتحاد، انت نشحك بالماضي في السطاف، يعني الباجا تاع المنتخب الوطني الجزائري، هذا مكان باجا تاع منتخب، هذا مكان، ما غاديش نحوسو عليك راك قاعد، معليش 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 معليش، هذه هي، هذا هو اللي كانوا يعايروا فيه، تعايروا الناس، تعايروا الناس توما، بوركوا تعايروا الناس؟ أنا كنت تعايروا فيهم، واو لله، أنا كنت تعايروا في الغاشي علاه، ماشي عيب عليكم، واو لله، ها غادي من بعد تبعكم تشوف، تعايروا الناس ياه، ها هي ساكسوك ياه، ها هي ساكسوك، سكساك، يا بكم ربي غير بشوية. يا ما نتقلقش، ايوا كاع ما نتقلقوش عليكم حنايا، غير وحده وحده، سمع ديك الاغنيه تاع كي يسموها يا ربي، جات العريضه جات دبروا عليها وين تبات، هذه هي، شكرا وثم شكرا. واحد ارسلت له التسجيل تاعك يا المخنث، التسجيل تاعك ارسلته، عباك شا كاتب لي قال لي شكرا ثم شكرا يا احمد خويا، قال لي الله بغيت ربي يرسل لي تاع اسبانيولي يهدر معاه، رسلتها له،
قال لي شكرا ثم شكرا يا احمد خويا. وقال وهذوك الناس لما يقول لك لا وهذا اصطناعي وهذا اقعدوا اصطناعي اقعدوا اقعدوا قارعوا الماتش. هذو لما يقول لك اصطناعي مازالوا يقارعوا الماتش يتعاود على بالكم، مازالوا يقارعوا الماتش يتعاود. هذا اللي قال لك اصطناعي، هذا الناس لما يقولوا اصطناعي مازالوا يقولوا الماتش يتعاود. مساكين قولوا يهدر لكم على الاتحادية، عمكم هشام قولوا يهدر لكم على الاتحادية، قولوا يزيد يخرج يقول لكم صادي وراني مع صادية، قولوا راه عندي لنا تسجيل، عندي تسجيل، وهذا التسجيل فاني أخطر من داك اللي درتو يهدر يعاير في صادي، أخطر، يعاير في العائلة تاع صادي واحد واحد، غادي نطيح إن شاء الله بربي، تعاير في العائلة في تما في قلب العائلة تاع تاع صادي. بني عمو يقرر بني عمو نورمال ملاح على روحهم يقار يطلعوا لك لاش في سي قلبه يقولوا قلنا هيا عطينا تشوف، عطينا حنا نسانا كذا كذا نعطينا تشوف، هيا هيا قلنا تشوف حمالك. عندي حتى عندي حتى التسجيل تاعكم يعني في لاسويس نهار اللي لعبت ليكيب ناسيونال. نقولك شنو كنت داير، نقولك شنو كنت داير في لوتيل والدور الدور في لوتيل، كنت داير صورتك حل الدفا وكلش داير صورتك حل مزير عليك والدور واو لا كاينه ولا مكاش، وكون تقول بلي مكاش نطلق نطلقها بالك بالك تقول مكاش بالك عرز روحك عرز روحك يا ولد الخبيث. انت يا ذاك حسو مسو انت يا حسو مسو كي راني قارع لك وش راه جايك وش راه جايك دلوشه كي راني قارع لكم كي راني قارع لكم قارع الضوء الاخضر ها وخدت الضوء الاخضر يسعى واحد قال لهم هذا شوبير عم عاطينو الدراهم باش يهدر. والله العظيم اللي عنده حاجه صغيره على شوبير يهدر، تحداكم اللي عنده حيه صغيره على شوبير. على شوكي ما تقلقش معاكم العام اللي فات تعقلوا العام اللي فات ماتشر مسكي بي وصايك سي بون صايك يدخل الحب دخلوا من هذاك هذاك حسو مسو هذاك مسكين. وانا ما بغيتش نطلق لك، انا كنت طلقت لك غادي تفيق ما تهدرش، انا خليتك هذاك هشام خليته شنويه خليتها هذيك عاشقة قاسامة اللي صاي دارته. أنا أقول لكم حضرت مع 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 محافظ الراجي وراهي يمشي شوية محافظ الراجي يعني راهي الدور هذيك هذيك نورمال هذيك الدور عليكم نورمال وتعايركم وتسبكم نورمال عادي 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 مكانش كاع إشكال. هذيك ما عندهاش مشكلة، هذيك مشكلة ما عندهاش، بصح نتوما بغيت تقصروا الرجالة ليق تعترفوا ليق تعترفوا تشرع عندي عندك لهنا يا ونقلع لك الكلاوي ونبيعهم بالدولار بالدولار يا ولد الكلب يا ولد الخلاط يا ولد المخنز يا الخائن تحصلوا في الغاسي خوانا يا ما عندي هنايا تعيروا محسن هارا محسن جاب قولوا 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 بالماضي ما يهدر ما يمنع قولوا بالماضي يمنع ما غاديش يمنع جيبوا سواله قولوا بالماضي منعوا عنده ما يدير بالماضي ضروك عنده التيره تاعه يسب كلش واجد وصايك مكلب بالاعلام مازال عندي تهدر مع ذاك حسو مسو هذاك وتقول له مليحه زيدوا تدمروا زيدوا طنقوا الاشاعات باللي الفيفا بيتعاقبنا الفيفا بيتعاقبنا يا مازال عندي يا يا واه ولا ما تعرفش كي تمي تقولوا تهدروا تخافوا تقولوا تهدروا تخافوا لازم نربيكم راني حالف عطيت عهد لنفسي باش تترباو لازم بالواحد يتربى فيكم
عليا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.